كتير جيد التعامل مع الفيل، رغم ذلك نحن أمننا سترة فولاذية لبسها الممثل أثناء التصوير، وأمننا له قاعدة من تحت المغطاية بالرمل مشان استمر العمل في موقع مكة ضمن الحدود الزمنية التي يضبط إيقاعها فريق الإخراج المساعد من خلال جدول يومي. بينما استمر العمل في موقع التصوير، كان غانم زرلي بين أيدي فريق المكياج يتحضر لأداء مشهده. المكياج في العادة يسهل شغل الممثل، لكن أحياناً وقت اللي يكونوا القائمين به ناس مبدعين بالحق يولي جزء كبير من شغل الممثلة. أهم حاجة في المسلسل هذا هي معرفتي في الأشخاص، يعني هذا من شأنه أنه ينجح العمل من جهة، والشغل مع الأستاذ حاتم يعني أستاذ حاتم يعني محترف بشكل كبير. طريقة تعامله وسط التصوير بتخلي المسؤولية أكبر على الممثل، بيحس أكثر مسؤولية. فليأتني فأردها عليه، فقد خلفني رسول الله على ودائعي وأماناته. إن تعدد المشاهد في يوم التصوير الواحد يحتم على الكاميرا الانتقال إلى مواقع مختلفة بظروف متباينة من حيث زوايا التصوير ومصادر الضوء، إلا أن النتيجة يجب أن تحمل بصمة واحدة على صعيد الصورة، وهي مهمة تقع على كاهل مدير التصوير والإضاءة. أنا في كاست معي، يعني من الحالي في كاست إضاءة، في كاست كاميرا، يعني الكاستين اللي هما مهمين كثير، ناس كثير بروفيشنال، يعني تقول مرات الله يعطيهم العافية معناتها على الركض، يعني بدك ترقى حلول في دقيقة، ومع الأستاذ حاتم يعني سرعة وإتقان. في الأخير مدير التصوير منه سحار، الحلول تتلقى بالكاست اللي معه. وبالفعل وجد المغراوي وفريقه حلا بصريا أعطى رهبة لمكان خاص وحدث محوري، فالمكان هو دار الأرقم والحدث إسلام حمزة. أنا اشتغالي كان على النص، لأن النص هو القاعدة، رغم أن هذه الشخصية هي ساكنة في المخيلة ديال الإنسان العربي والمسلم، وخصوصا عندما يؤدوها ممثلين كبار قبل منك. شاهدنا في فيلم الرسالة مثلا المرحوم عبد الله غيث،
وكذلك بالنسخة الإنجليزية أنتوني كوين. والله ما يبلغ أحد منك إلا بلغت منه أضعافا، وكنت أنصرك حمية، فالآن أنصرك للإسلام. لم تحظى المواقع فحسب باهتمام القائمين على العمل، بل أيضا اختيار الشخصيات المناسبة بغض النظر عن حجم الدور وعدد المشاهد. كنا أمام حقيقة اختبار نتج عنه يعني التوافق على استخدام ممثلين جيدين وممثلين كبار، أحيانا من أجل جعل هؤلاء الممثلين الجيدين رافعة لأدوار صغيرة. الدور يلي بدك تلعبه مو مهم يكون يعني طويل من أول النص لآخره، المهم على أنه لو تطلع مشهد واحد بس تترك تأثير عند المشاهد، هذا المهم. انتهى المخرج من تحضير المشهد مع الممثل وأصبح الفريق جاهزاً لبدء التصوير، إلا أن خبراً سيئاً وصل إلى المخرج، مفاده أن التغذية الكهربائية لا تصل إلى الموقع، ما يعني أن العمل سيتوقف إلى حين تدارك الموقف، وإلا سيتم تأجيل التصوير. الوضع كثير مأساوي. هذا توقع في أفلام كبيرة؟ كابلات عم تعذبنا، ما عم نعرف شو السبب. السيارات عم تدعس الكابلات، عادي إنها تقطع. طبعاً الأستاذ ما تحمل ولأول مرة بينسحب بهدوء، خوفنا لدرجة إنه ما حدا قدر يمشي وراه. ما بعرف شو ممكن يترتب على الموضوع، على الأغلب رح يمدد الأستاذ كهرباء للمنطقة كلياتها. حلت المشكلة واستجمع الفريق قواه ليتابع التصوير بعد أن أنهكه هذا اليوم الطويل والشاق. ولئن أدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. أوكي لكن اعتمد مخرج المعارك بعد اتفاقه مع المخرج حاتم علي على التصور والشكل النهائي للمعارك على استخدام تقنيات خاصة. بالإضافة لكاميرا السينما الرئيسية المستعملة بوحدة المعارك، كنا نستعمل جملة كاميرات تانية بتساعدنا لنكون لوحة إلى علاقة بالحدث الدرامي للمعركة. من ضمن هالكاميرات استعملناها كان في كاميرات صغيرة ممكن تنحط على رأس رمح أو رأس سيف أو رأس خيل أو رأس فيل، واستعملنا لأول مرة كاميرا محمولة على طائر هيليكوبتر تعطي تغطية جوية للحدث مثل هجوم أو التحام، أو ممكن نصور معسكر أو جيش واقف. بالإضافة إلى الكاميرا الطائرة، استخدمت في المعارك كاميرا خاصة بالحركة البطيئة يديرها فريق مختص. عاد مهندس الديكور إلى دمشق بعد إنهاء جميع متطلبات الديكور لما تبقى من مشاهد في المغرب، بينما بقي أمامه الكثير من العمل في مدينة صورة سينمائية. كان لابد من التكملة بعد مكة، فبنينا الجزء الداخلي من المدينة المنورة بدمشق من المسجد النبوي والأسواق وبعض البيوت، زائد أول مرة نبنى شيء له علاقة بطريق مدحت باشا أو الطريق المستقيم على امتداد 64 متر بالحجم الطبيعي موثق ضمن نفس الفترة الرومانية والبيزنطية الرومانية. بنينا شارع بالقدس مع كنيسة القيامة،
بالإضافة لهذا الشيء بنينا استوديو خاص لقصر كسرى. قصر كسرى مربوط ببعض الديكورات اللي بنيت خارجي بالمغرب، استكملناها نحن في دمشق. هذا الاستكمال اللي عملناه نحن، سكرنا الدائرة اللي لها علاقة بفترة 40 سنة على امتداد مسلسل الفاروق. في المغرب كان فريق التصوير يودع موقع مكة، تاركاً وراءه تحفة فنية احتضنتها صحراء مراكش وبنتها سواعد أبنائها، وجال فيها فنانون وفنيون من دول عربية كثيرة لشهر كامل.